السمنة الزائدة ظاهرة أصبحت منتشرة بكثرة وخاصة في الأوساط المدرسية، وهو ما جعل الجمعية الجزائرية للتغذية تدق ناقوس الخطر. ليليا داود. كثيراً ما ارتبطت هذه المشاهد بأطفال الدول المتقدمة التي تسجل مدارسها مستويات قياسية في الإصابة بالبدانة. المعادلة تغيرت. بالجزائر 13% من تلاميذ المؤسسات التربوية خاصة الابتدائيات والمتوسطات يعانون من الوزن الزائد بسبب اتباع نظام غذائي غير متوازن، في انعكاس لثقافة الاستهلاك الجديد في مجتمعنا. باش نشوفوا الاحصائيات واش تعطينا، دونك لاحظنا هذا 13% تاع الزايده في الوزن، ولاحظنا كذلك السمنه 8%. عندنا 60% اللي عندهم وزن عادي، لكن هذوك الاطفال اللي عندهم الوزن العادي عندهم اكل غير متوازن، عندهم زياده في ياكلوا بزاف المواد تاع لي فاست فود، لي شيبس، ما ياخذوش الفطور الصباح والاكل، ويشربوا مشروبات سكريه الى اخره. جولة خاطفة للمؤسسات التربوية وقت اللمجة الصباحية أو المسائية توضح لنا طبيعة ما يستهلك أطفالنا. وضع وفي غياب أي حملات توعوية للأباء دفع بأخصائي التغذية لطرح البديل قبل فوات الأوان. كثيرا ما يتعاطى الأطفال في المحيط المدرسي الكثير من السكريات المؤدية إلى السمنة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بكثرة عند الأطفال بالجزائر، كما هو الحال في البلدان الأخرى. ويقال أن الأطفال بين 6 و7 سنوات والذين يعانون من زيادة في الوزن لابد من متابعتهم منذ الصغر، وذلك عن طريق التغذية المنوعة سهلة التحضير إضافة إلى الخضر والفواكه الموسمية. ولأن العائلات الجزائرية تتحصص من فتح ملف السمنة لدى أبنائها بسبب الذهنيات، بات من الواجب فتح نقاش في الوسط التربوي لإيجاد آليات توعوية بخطر التغذية غير السليمة والبداية من المحيط الأسري.